اهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم، ان شاء الله نهايركم زين، نهاير موفق للجميع، كذلك اللي التحقتوا بينا في المشاهده نسلموا عليكم برشا. التحقت بينا اماني تعالى، صباح النور. صباح الفل والياسمين حذيم، صباح الفل للناس اللي تسمع فينا. ياك مريضه كنت لاباس؟ لا بحت ما نعرفش علي قالكش بيك يا بنت. جيت تو قلت لي بحت وش حنينه التويسة بحت بحت منين جبتها يا اماني؟ بحيت كيكا. يلا خلينا نمشيو الاخبار الجريئه تسويت. نرجعوا لموضوع الساعة، عملية تجربة والجزم الزيادة إذ كانت عملية إجرامية أو إرهابية. رئيس الجمهورية أنهى النقاش في هذا وأسماها عملية إجرامية. نرجعوا للمغرب السياسي، في جريدة المغرب السياسي في عددها الصدر اليوم الاثنين 15 مايو 2023، في الصفحة الرابعة بقلم زميلنا حسين العيادي، في لقاء مع رئيسة الحكومة وزراء السيادة الجمع بين العملية الإجرامية والخصوم السياسيين. حسن العيادي اختار أن يكتب أن رئيس الجمهورية قال في إجابته على الاتهامات الموجهة أن تكون تونس أو أن تكون تونس بمعاداة لليهود في كلمة ألقاها لدى اجتماع برئيسة الحكومة وزراء السيادة، عاد فيها على ما أسماه العملية الإجرامية في جربة، وكذلك لمح أنها من تدابير وافتعال كالمعتاد افتعال للأزمات. مساء الجمعة الفارط أصدرت، كي نرجع للجمعة اللي فاتت نلقاو أنه أصدرت رئاسة الجمهورية بيان أعلنت فيه أنه رئيس قيس سعيد التقى في قصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان، وزيرة العدل ليلى جفال، وزير الدفاع عماد مميش، وزير الداخلية كذلك كمال الفقي، ووزير الخارجية نبيل عمر. ولهنا لقاء أعلن أنه تناول الوضع العام كالعادة في البلاد. من بين الوضع العام نعرفوا آخر الأحداث، نعرفوا العملية الإجرامية اللي جدت في جزيرة جربة، وهنا فما متابعة الإجراءات اللي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الأمن القومي اللي انعقد يوم الأربعاء اللي فات. لهنا أكد رئيس الجمهورية أن تونس باش تبقى آمنة بالرغم من المحاولات اليائسة للمس من استقرارها، وكذلك ليكشف من هو يثني على الجهود اللي بذلتها القوات المسلحة العسكرية والأمنية لإحباط مخططات تستهدف مؤسسة الدولة والسلم الأهلي. لهنا كما العادة نلقاو تصريحات رئيس الجمهورية، نعرفوا كما ديما يقول بالأحرى أنه فما حرب من الداخل وحرب من الخارج. من السياسة باش نمشي معاك إلى الأمر النقابي اللي في الشروق النقابي. هذا نلقاو في جريدة الشروق في الصفحة 6 نلقاو حوار ما بين حفيظ وما بين الإعلامية شافية براهمي أو الصحفية شافية براهمي، اللي سألت حفيظ وقتاش باش تكون المبادرة حاضرة وهل سيتم عرضها في غضون أسبوعين على رئيس الجمهورية، وسألته وين وصل الملف هذا، واللي هو جاوب بدوره أنه المبادرة معناها انتهت أشغالها وسنقدم المبادرة في القريب بالعجل لرئيس الجمهورية وننتظر. وسألته زادة إذا كان المبادرة القات رفض من قبل رئيس الجمهورية كيفاش باش يتعاملوا معها، قالها انه المنظمات الأربعة من واجبها الوطني ومن مسؤوليتها انها تقدم مقترحات الخروج من الوضع الحالي وتعقيداته، والكلمة النهائية في القبول او عدم القبول بها ترجع الى رأس السلطة التنفيذية. وقال زيدا لكن نحن لن نكتفي بذلك، سنقدمها الى الرأي العام اخرى ولا كيف سنقدمها الى الرأي العام عبر كل الوسائل المتاحة سواء اعلاميا وندوات موسعة بغاية إيجاد حوار وطني يجمع المؤمنين بالقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية. في الانتظار إما كان رئيس الجمهورية باش يقبل بهذه المبادرة، مبادرة الرباعي أم لا، باش نرجع معاك لملف تونس الكل قاعدين يحكيوا عليه المدة الأخيرة. نمشي للمغرب القضائي في عددها كذلك الصدر اليوم، ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي نهار الأربعاء الجاي باش نلقاو موعد استنطاق الأزهر العكرمي. كما نعرفوا ما زالت الأبحاث بشأن ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي واللي انطلقت عندها أشهر وما زالت متواصلة من قبل قلم التحقيق بالقطب القضائي المكافحة الإرهاب المتعهد بالقضية، وما زال من المنتظر أنه يمثل أمامه عدد من الموقفين، وهذا موضوع الحصة اليوم كذلك، وهو المحامي الأزهر العكرمي باش يمثل نهار الأربعاء اللي جاي 17 مايو الجاري. نمشي الملف التطاول، ما يمتنعش على كيما امتنع الغنوش، لا ماهوش باش يمتنع على ما أظن. ملف التطاول مش على أمن الدولة، باش نمشي للقاضي تحقيق عسكري وتهديده هذا سيف الدين مخلوف اللي باش نلقاوه
يمثل اليوم سيف ثلاثاء عفوا سيف الدين مخلوف ولا غدا باش نلقاوه يمثل امام القضاء. هذا الحديث من جديد حول ما بات يعرف بملف التطاول على قضي تحقيق عسكري وتهديد وكذلك المتعلق بالنائب السابق بالبرلمان المنحل على تلف الكرامة سيف الدين مخلوف. نعرف زاد من المنتظر انه يكون نهار الثلاثاء امام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بدائرة جديدة. لهنا نذكروا اللي سيف الدين مخلوف باش يمثل بحالة صراحة وهذا بعد تم الافراج عنه بتاريخ 27 افريل المنقضي نظرا لانقضاء مدة العقوبة السجنية في قضية القضية كذلك المعروفة قضية المطار وهي 7 أشهر سجن. اذا الملفات الحقيقة الملف خلف الملف كل مرة نلقاو تسمية جديدة. شنو رايك يعني في اخر ما انستالينغ وقضيه التامر على امن الدوله هي واحده معناها نورمالمون قضيه المطار زاده واحده على روحها وزادت معها قضيه اخرى قضيه تحقيق عسكري وتهديده. الحقيقه هذا في اطار المحاسبه ام الابحاث هذا الكل باش نعرفوه مع الايام اللي جايه. كانت هذه اهم ما كتب من الاخبار في جرايد الوطنيه. لا رجل دو بريس احنا مازلنا مواصلين.